شيخ، هذا سائل يقول: كان عندنا رجل يرقي الناس يقرأ آيات من القرآن. كان عندنا رجل يرقي الناس يقرأ آيات من القرآن، وكانت نافعة بإذن الله، وخاصة من اللدغ والعين. لكن كان هذا الرجل عنده بعض البدع الصوفية، وليس عنده بعض البدع الصوفية. السؤال: هل الرقية متعلقة بآيات القرآن أم أنها متعلقة بالراقي نفسه؟ متعلقة بالآيات وبالعقيدة، عقيدة الشخص، متعلقة بالآيات ومتعلقة بعقيدة الشخص. فاللي عنده بدع وعنده خرافات لا تذهب إليه. نعم.